بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم تلاميذنا الأعزاء في مادة التربية الإسلامية، مدخل العقيدة. موضوع الدرس: الله يناجيني. أعيدها، موضوع درسنا هذا اليوم: الله يناجيني. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، قبل البدء في الدرس الجديد الذي عنوانه هو الله يناجيني، لا بد من تذكير حول الدرس السابق، وذلك بالإجابة عن بعض الأسئلة. ماذا رأينا في الدرس السابق في التزكية؟ من يجيب؟ ماذا رأينا في الدرس السابق؟ نعم، سورة القدر. أحسنت. السؤال الثاني: متى تقع ليلة القدر؟ متى تقع ليلة القدر؟ من منكم يجيب؟ نعم، من؟ في شهر رمضان. حسن جدا، تقع ليلة القدر في شهر رمضان. السؤال الثالث: ماذا أنزل الله في ليلة القدر؟ ماذا أنزل الله في ليلة القدر؟ من منكم يجيب؟ ماذا أنزل الله في ليلة القدر؟ القرآن الكريم. أحسنت، أنزل الله في ليلة القدر القرآن الكريم. نعم، بعد هذا أعزائي التلاميذ سأقرأ عليكم هذا النص وتتابعون معي جيدا. قال بشير لأخته: أنا أحب الله ومتشوق إلى مناجاته، ولكن لا يحدثني. قالت الأخت: لقد حدث الله جميع مخلوقاته بكلام عظيم أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف على هذا الكلام واقرأه وستجد الله يناجيك. إذن سأعيد القراءة. قال بشير لأخته: أنا أحب الله ومتشوق إلى مناجاته، ولكن لا يحدثني. قالت الأخت: لقد حدث الله جميع مخلوقاته بكلام عظيم أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف على هذا الكلام واقرأه وستجد الله يناجيك. إذن بعدما استمعتم إلى هذا النص، سأطرح عليكم بعض الأسئلة. نعم، السؤال الأول: ما هو هذا الكلام العظيم الذي يتحدث عنه النص؟ من يجيب؟ من؟ الجواب هو القرآن العظيم. ننتقل إلى السؤال الثاني: من سيقرأ سورة الإخلاص؟ من منكم سيقرأ سورة الإخلاص؟ نعم، من؟ أحسنت، إذن بعد سماعكم لهذه السورة، مع من يتكلم الله في الآية الأولى من سورة الإخلاص؟ مع من يتكلم الله في الآية الأولى من سورة الإخلاص؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، مع من يقرأ القرآن الكريم؟ مع من يقرأ القرآن الكريم؟ أحسنت.
أحسنتم. إذن سنعيد هذه الجملة جماعة. القرآن كلام الله. القرآن كلام الله. نعيدها مرة أخرى. القرآن كلام الله. ثم نعيد هذه الجملة الأخرى. الله يناجيني بالقرآن. الله يناجيني بالقرآن. الله يناجيني بالقرآن. إذن أحسنتم. جيد، بعد هذا سننتقل إن شاء الله إلى تطبيق حول ما رأينا. إذن إذا أردت أن تسمع حديث الله ماذا ستفعل؟ أعيد السؤال، إذا أردت أن تسمع حديث الله ماذا ستفعل؟ من منكم يجيب؟ نعم، من؟ أحسنت، أقرأ القرآن. إذن الجواب هو أقرأ القرآن. أحسنت. إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.